ومعنا من طرابلس العاصمة الليبية سفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني. أهلا بك معنا سيد بيروني. ونبدأ بأنه الحقيقة حول العبودية في ليبيا في المرحلة الأولى أوروبا تحركت بشكل كبير من أجل وقف تدفق الهجرة. إلى أي مدى يمكن أن نعتبر أن أوروبا مسؤولة أيضا؟ وشكرا على هذه الفرصة وتحياتي لمشاهدينا الكرام قناة العربية. وأنا سعيد جدا لهذه الفرصة لأن هناك الكثير من المعلومات في وسائل الإعلام، وكما نعرف هناك اتهامات باتجاه ليبيا واتهامات جدية جدا كوجود الرقيق في ليبيا. بالتأكيد كما نعرف حكومة الوفاق الليبية بدأت تحقيق في هذه الاتهامات الرقيق، ونتمنى أن يتم هناك نتائج الوصول إلى نتائج بشكل سريع جدا. شخصيا أنا لا أعرف إذا كان هناك رقيق متواجد في ليبيا. كلنا رأينا الصور الفيديوهات في شبكة CNN الرقيق التي بالتأكيد جدية جدا، ولكن في نفس الوقت لابد من إجراء تحقيق. هذا التحقيق هل هو فقط مرهون بحكومة ولكن الوفاق الوطني؟ الأمر الإيجابي هو بالتأكيد حكومة الوفاق في ليبيا هي الجهاز الأول، المؤسسة الأول التي عليها أن تجري هذا التحقيق، بأن هذه الاتهامات هي المواجهة إلى ليبيا. فبالتالي نحن ننتظر إلى هذه النتائج من هذا الأسفر عن هذا التحقيق. ولكن الأمر الإيجابي جدا أريد أن أركز عليها هي بأن تم رد فعل إيجابي جدا على مستوى ليبي وعلى مستوى الدولي بعد هذه الاتهامات. وعلى مستوى ليبي هناك مجتمع مدني الذي رد ضد هذه الاتهامات قائلا بأن في ليبيا شعور من إخوانا، وعلى الرغم من الصعوبات التي تمر بها البلاد المهاجرين هي كأخوان للليبيين، ورغبة صحيحة في تحسين الأمور، هذا مهم جدا. وعلى نفس الوقت على مستوى الدولي هناك التزام واضح من المجتمع الدولي أن يفعل أي شيء لتحسين الأمور. والرسالة المهمة التي أريد أن أوجهها الآن هي أن هذه الداحرة ليس بجديد، وفي الحقيقة تم تحسن محسوسا في الأوان الأخيرة، تحسن نتيجة أن الجهود بذلتها ليبيا بالتعاون مع إيطاليا. فبلادنا هو ملتزم بشكل مباشر في هذا المجال، في هذا المجال مكافحة الظواهر الإجرامية، مكافحة الهجرة غير الشرعية والتجار بالبشر.
طيب. وكما كما رأينا في الأونة الأخيرة تم انخفاض كبير في عدد في الأعداد. صحيح. المهاجرين السفير. الذين وقعوا في شبكة المهربين مهربي البشر في 2000 وفي النصف الثاني 2017 تم انخفاض يتراوح بين 50 و60% من المهاجرين التي وقعوا في هذه الشبكة، وهذا نتيجة أن الجهود الليبية المدعومة من إيطاليا بشكل خاص. طيب سعادة السفير، تحسن جدا على مستوى قدرات الأجهزة الليبية في سيطرة على الأرض وفي مكافحة هذه المهربين، هذا نتيجة مهمة جدا. طيب. وكذلك معلش في مجال تحسين الأمور في المهاجرين سعادة السفير، أولا فيما يخص بال واضح ما ذكرته حضرتك حول المجتمع الدولي وحول الدور الإيطالي في هذه المسألة، لكن دعنا نذهب خطوة إلى الوراء معا. هناك من يقول بأن هوس أوروبا أصلا بمسألة الهجرة ساهمت في هذه الفضيحة أو في تشكل هذه الحالة الإنسانية غير المقبولة، هذا الهوس اللي دفع عند كثيرين غض النظر عن الوسيلة لأجل الغاية، وهذا يعني إيطاليا بشكل أساسي. المهم أن لا يصل المهاجرون إلى الدول الأوروبية وإيطاليا واحدة منها، أما كيف يعاملون في ليبيا فهذه ليست مشكلتكم. لا، في الحقيقة بالعكس، نحن ملتزمين كإيطاليا في تحسين الأمور والظروف للمهاجرين المتواجدين في ليبيا. أولا بواسطة إيطاليا تم تعاون بين المفوضية للأمم المتحدة شؤون اللاجئين مع الحكومة الليبية حتى يتم ترحيل المهاجرين بهجل لحماية الدولية إلى بلدان ثالثة. نقطة ثانية، تم هناك الكثير من عمليات عودة توعية عن طريق المنظمة العالمية للهجرة، وحتى الآن في 2017 تم فيما يتراوح بين 15,000 و16,000 عملية عودة توعية للمهاجرين إلى بلدانهم، فبالتالي هناك التزام واضح لتحسين الأمور للمهاجرين في ليبيا، وإيطاليا هي الدولة الوحيدة التي قررت تمويل مبادرات لتحسين الأمور في مراكز اللواء في ليبيا، بالتأكيد مراكز اللواء تحت إدارة تحت سيطرة جهاز مكافحة الهجرة للحكومة الوفاق وزارة الداخلية، فبالتالي هناك جهود الجارية التي أسفر عن نتائج ملموسة فيما يخص بتحسين الأوضاع وانخفاض كبير عدد المهاجرين المتواجدين في ليبيا. لابد من تمييز تغطية وسائل الإعلام من جانب، ومن جانب آخر الواقع والوقائع الحقيقية على العرض، هذا مهم جدا. فبالتالي نحن لا نريد توطين المواطنين في ليبيا، نحن نريد إدارة بشكل إنسانية هذه الظاهرة، ونريد إيقاف هذه المنظمات الإجرامية الذين تستفزز. طيب سعادة السفير الإيطالي لدى ليبيا سيد جوزيبي بيروني، شكرا جزيلا لك على المشاركة. معلش لضيق الوقت نقاطعك، ألف شكر لك على المشاركة، شكرا جزيلا.